ظل دي تحتة غطر هو الأرباب سعد بدبوس أول مكوك السعداب المكلمر عليه رحمة الله كان رجل متدين وكان خلق القرآن المكلمر ما كان شخص يعني برغم أنه كان فيه مكوك آخرين سببوه إسماعيل باشا لما جاء يعني المكلمر أكرم أكرم غاية الإكرام تاريخ المكلمر بدأ بحرق الباشا عشان كده يمكن يعني نحن بمعلوماتنا عندنا دي يكون أفضل ممن يدلي بمعلومة من غيرنا لأنه نحن عشنا الحدث في مكانه هنا سجل التاريخ أن هذه البقعة من الأرض التي تعرف بديار الجعليين وعاصمتهم شندي قد حفرت بأظافرها قصصا للتاريخ ما زالت أصداؤها تتردد في فضاء هذا العالم الفسيح. المكلمر اتولد في شندي ونشأ في شندي في قبيلة النبراب دي قبيلة السعداب والنبراب والمثل هي قبيلة جعليين أو أمارة الجعليين أو مملكة الجعليين فولد في شندي وتروحها فيها ونمى فيها وتعلم فيها درس الخلوة على مشايخه وعلى المجاذيب مشايخ المجاذيب كانوا بالنسبة للمكلمر هم كمجلس الشورى للمكلمر وكأساتذة ومعلمين بالنسبة لي المكلمر وسط المكلمر والدة المكلمر هي بررة بنت عجيب المنجلوك وولاده أحمد وعمارة وخالد والحسن ده من وبنته بنونة دي من زوجة واحدة من زوجة الشيء اللي هي شمة بيت اللي قلنا قبل شوية والدكين وأولاده التانين الحسن وعمر وعمله كان بالزراعة وكمان كان غايد للأمة يعني كان غايد وموجه للأمة اللي هو أمة الجعليين وعمله كان بالزراعة والعمل العام ما يشتغل بتجارة ما يشتغل بأي شغلة ثانية وكان قايد يعني قايد قبيلة الجعليين استلم المكوكية من جده من أبوه جده المكلمر جده محمد ود المكلمر عبد السلام كان هو الملك كان حصل مشاكل معركة قائمة بينه وبين ولد عمه في المتمة تغلب فيها ومسك استولى على الملك وكان هو قائد الجعليين وقائد القبيلة أنا المكلمر تبريد حرق الجرس نمرة نركب الكيكة البطور تحرن نمرن اللي ملحوق الصفوف يدرن خلق صدره في علوم الحروب كم قرن سافه ينسف الدرع الحديد ومقرن نمرن بيركب الكيك البطر بتحرن ونمرن بقلب العوق الصفوف يدرن يا همك نمر المكوكية حدها من أشياء غربا مملكة الجعليين كانت من الحقنة لغاية أم الطيور غربا وكان الشرق من المسكتاب جنوب إلى المقرن نهر عطبر اللي هي كانت مملكة الجعليين
ويسجل المؤرخ جيمس بروس لدى زيارته لشندي قائلا: إن القائمة على حكم شندي آنذاك امرأة ينادونها بكلمة ستنة، وهي شقيقة محمد الأمين ودعجيب صاحب دار الحلفاية والسيادة على ملوك أقاليم السودان الشمالية والشرقية حسب تراتيب السلطنة السنارية، وهي أرملة الفحل ابن إدريس. وكان نمر الأكبر جد صاحب السيرة هذه، صاحب ثراء عريض وكيلا للمملكة، ومعنى ذلك أن له دور اقتصادي لا سياسي في شؤونها. تزوج نمر الأكبر من ابنة المك إدريس شقيقة كل من الفحل وسعد الملقبة بالبرة، فولدت له محمدا والد المك نمر، والذي أصبح يعرف فيما بعد بالمك نمر ابن محمد والنمر الجعلي السعدابي. نشأ المك نمر في بيئة دينية، وكانت الخلوة في ذلك الوقت هي قبلة التعليم التي يتجه إليها الآباء والأبناء والمجتمع بصفة عامة. المك نمر عليه رحمة الله كان رجل متدين، وكان خلق القرآن، كان درس الخلوة وتعلم القرآن وحفظ القرآن، وكان يعني اهتمامه بدراسته هي القرآن بس، الخلوة والفقه. تركت الخلوة والتربية الدينية أثرها على المك نمر، فقد عرف عنه تمسكه بها حتى في مجالسه. ولما زاره الرحالة الفرنسي كايو ذكر وصفا له سجله في مذكراته الخاصة. كايو لما زار المك نمر على سبيل المثال، شوف حتى بساطة الملوك يعني ما يختلفوا عن العامة كثير، يعني رغم أنهم ملوك ولهم وضعيتهم، ولكن سبحان الله لا يختلفوا كثيرا عن عامة الناس، يعني رغم كل هذا يمكن الهالة المحيطة بهم. هو بيقول وجدت يعني المك نمر يجلس على عنقريب وكان يقرأ القرآن، يعني وجدوا في عنقريب عادي جدا، حتى قال ما لقي حتة ثانية يقعد فيها يعني أو يجلس، إلا المك نمر أجلسوا معه في العنقريب ذاته، وبيقولوا إنه حواليه حراس وواقفين حوالين وكذا. وسبحان الله يعني هذا الوصف بيديك إنه فعلا في شفافية في الوصف، يعني يعني رغم إنه يعني صليان وكذا، ولكن توريك أيضا بساطة السودانيين وارتباطهم بالدين. يعني وجدوا في عنقريب درجة أقل درجة ممكن هو ملك يعني ويقرأ القرآن. سمات وصفات عديدة كانت قد مكنت المك نمر من إدارة مملكته بدراية كبيرة. هذه الصفات والسمات كان محل إعجاب كبير عبر عنها الكثيرون في أحاديثهم عنه. يعني أنا قريت برضو ما كتبوا كابو، قال جيت للمك نمر وقال قال قال المك نمر ده كان يعني حذروني منه من جبروته، فقال أنا أصرت لازم أنا أمشي له، وهو الظاهر قبلها كان مسك أبو شيء وشاف الإهرامات هناك، فقال جيت لقيته قاعد في عنقريب، وهو قال طوله يعني ستة أقدام، قال طوله ستة أقدام، ويرتدي يعني أمامة من الحرير الصيني الأثندي الملون، وسبحة في رقبته، ويرتدي جلباب من الغطيف النظيف البيضاء الناصعة البياض، وينتعل حذاء من الجلد يمكن هو المركوب. وقال جلست معه وتحدثت معه ووجدته عالم يعني في الآثار وعالم في شتى يعني العلوم، وقال طرحت منه يعني بصورة كبيرة سمحة جدا جدا، وأداني حرص إلى أن وصلني المكان أنا مقيم فيه. الحقيقة أنا يمكن عاوز أقول جزء من وصف يمكن المك نمر على لسان كايو، يعني
فهو طبعا طلب استاذن من اسماعيل باشا عشان يمشي يزور المكنبي. قال جوبخي كونجي دو سيت اكس موناخ بوغلي فيزيتي سلوي دو شندي ملك نمر. هو طبعا قال انا استاذنته انه عشان يزور الملك او نحن بنقول المكنمر يعني. وما بي بروفينو دو سون كاركتير اوتان دو سان فيريتي، يعني هو كان شخصيته فيها شموخ يعني. و جو لو تروفي اسي سير انغريب، اللي هو لي او فرونسي يعني باللغه الفرنسيه الانغريب اللي بيسموه انغريب يعني بالسوداني. و ليزا لو كوران، وكان يقرا القران. كم ان يافي بوان دوتر سييج دون لو بيس او il était je le m'assois près de lui. فقال فوجدته في الغرفه هو يجلس يقرا القران ويجلس على العنقريب. في نفس الوقت لم يكن هنالك يعني مقعدا اخر، واجلسني بجواره، اي اجلسه او قعده معه في العنقريب، يا معي في العنقريب. بليزير غار دو سا سوتيني دو بو اوتر دو نو، وهنالك حرس كبير يعني من حرسه واقفا يعني، وهو كانوا يحيطوا بينا يعني، هو حقيقه ما بيحيطوا بهم، بيحيطوا بالمكنمر، لكن بما انه قعدوا معاه في العنقريب بقى الحرس محيط بهم يعني. نمر اتا نوم دي سي بي، قال هو او رجل يعني طوله يعني 6 اقدام. الى لو روغار دور لومير سومبر، وهو كان عنده نظره ثاغبه. الى ريفليشي بلا دورغوي اي دو اوداس، وفعلا بيفتكر انه شخصيته فيها، هو قال غرور، ولكن احنا بنسميه شموخ يمكن نقول يعني. رجل كان شخصيته ومزاجه، قال مزاج حزين يعني، مزاجه حزين او يصوبه حزن يعني. وبعدين قال الي ريفليشي بلان دورغوي دو ايدا، زي ما قلت هو رجل فيه غرور. قال واستديون اي ديفو، وكان رجل تقي ورجل ورع. بعدين كان في نفس الوقت وصف اللبس بتاعه، قال ايتي فيتي دون شيميز دو توال بلانش، كان بيلبس قميص، القميص ده يعني من القماش الابيض يعني، وحقيقه قد يكون الاقمص الزمان لعلها كانت من الحرير او كذا، لكن هو قال من قماش ابيض. افي دو ساندال دو كوير، وكان بيلبس الحذاء اسمه هنا الصندل، اللي هو مصنوع من الجلد. لو بوني دو انديان بيكي، وكان بيلبس القبعه بتاعته، هي يعني قبعه يعني، وهي ما كان بيسميها قبعه، ممكن طاقيه او لعلها كانت قبعه مصنوعه صناعه هنديه او من الهند يعني. ديستانكتيف دو دي ملك، اللي هي دي الملوك كان بيلبسوا كده يعني، قال هؤلاء يمتازوا بها الملوك، مع القبعه دي بالمناسبه ما كان يزول بيلبسها الا ملك. ايبورتي اوكو بور سوبرستيون دي كوليي دو ديرفيش، وقال في نفس الوقت انه بيلبس في 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 عنقه ان لبس الدراويش، يمكن نسميها سبحه نحن. وقال انه في نفس الوقت قال هي قلاده، لكن ليس قلاده، تكون هي سبحه. وبعدين في نفس الوقت كيكا ساشي اون كوير رونفيرما دو بابيي او سون ذكري سيغتان فيرسي دو كوران، اللي هو قال بيلبس يمكن حجابات زي ما بنقول نحن، والحجاب ده قال فيه ايات قرانيه، عرف انه فيه ايات قرانيه. نو بغلام دو ساب خوفيس دو شندي دو بغميت دو مروي كيل غون فيرم جو لو دوماندي دو رانسينيمون سيغ لو روين كومون ريستي اسوار لا دير سيل دو المصورات اي دو نقعه. وقال هم تحدثوا انه عن منطقته على وجه الخصوص منطقه الشندي، وتكلموا عن الاهرامات في مروي. وبعد ذاك هو المكنمر قال له والله يا اخي انا بعرف معلومات فعلا عن يمكن المواقع دي. وبعد ذاك هم تحدثوا عن المصورات وتحدثوا عن النقعه. عاش المكنمر حياه بسيطه في مسكنه وطعامه، لكن سمة الهيبة والسلطة والمكانة الرفيعة كانت أيضا حاضرة، وهذا ما وثقه كثير من المؤرخين والرحالة الغربيين
الذين زاروا شندي في ذلك الوقت. حقيقة يعني كما وصف نائب فريدريكا إنه بيت المكنمير ده طبعا كل الناس أو خلينا نقول عامة الناس يمكن من القطاط القش وكده، لكن بيت المكنمير كان بيت مميز حتى من الجالوس وبيت واسع يعني، والأسرة ذاتها نفسها واسعة حقيقة فعلا البيت كان بيت مميز، ويؤكد إن حتى من أول وهلة وإنت داخل على البيت انت فعلا بتكون عندك يعني تحصل بينك في هيبة إنه مش داخل بيت عادي. الرحال لنادي بالفون يعني حضر يعني وجبة غداء مع المكنمير، وأول حاجة إنه قال الوجبة دي يمكن تتكون يعني هي وجبة بسيطة يعني، ولا هي كانت يعني عصيدة أو كسرة قال خفيفة وعليها يعني الإدام اللي هو الملاح يعني من اللحمة يعني ممكن شرموط السودانيين يقولوا ملح الشرموط يعني أو التقلية، وأيضا الملاح الثاني ملح البامية، ووجد إنه يعني قال الطعام كان وافر يعني لدرجة إنه كل الناس قضاهم يعني، وأكثر شيء لفتت نظره يمكن القدح. القدح ده معروف عندنا في السودانيين، حتى عندنا هنا الصوفية يعني القدح بخرس المانع الكبير من القفل المسيد الممكن بوكي الناس المسيد كلهم، وهو قال لأول مرة يشوف قداحة زي ديل يعني قدح مانع كبير وكده، فده أكد على كرم يمكن المكنمير والسودانيين بصفة عامة يعني، يمكن ده لفت نظره يعني، حتى قال إنه لحد ما فاض الطعام ده رغم الناس يعني مش هم الزوار لكن العدد كان كبير، لكن الأكل كان فايض يعني والقداحة كانت مانعة وكبيرة يعني، بالتالي افتكر إنه يعني دي من الأشياء اللي ممكن يوصل بها المكنمير أو خلينا نقول كل السودانيين ممكن نعم. رجل بكل هذه الصفات ما كانت حياته لتمضي في هدوء، خاصة وأن تلك الفترة كان للنشاط الاستعماري دور كبير في محاولة إعادة ترتيب المواقف وفق ما يريده، فبدأ بنسج خيوط جديدة لرسم تاريخ جديد. المكنمير التاريخ بدأ بحرق إسماعيل باشا، يعني قبل إسماعيل الباشا قبل حرق إسماعيل الباشا المكنمير كان هو ملك ذي عامة ملوك الجعالين السلف، لكن رفع الله له ذكره بحرق إسماعيل الباشا وأصبح شخصية تاريخية معروفة للغاصي والداني. بحادثة حريق إسماعيل الباشا دخل المكنمير التاريخ من أوسع أبوابه، وكان لهذا التاريخ بدايات سبقته تمثلت في الظروف وملابسات مقابلة المكنمير لإسماعيل باشا. المكنمير أولا لما حضر إسماعيل باشا إلى منطقة بربر هنالك أغاويل كثيرة، بعض المؤرخين قالوا المكنمير ذهب ليستقبل إسماعيل باشا في بربر زيه وزي عامة الشيوخ والملوك الشمالية، والبعض الآخر إسماعيل باشا هو الأستدعى المكنمير عشان يجوا في بربر قالوا. في شندي يعني يقال أنه المكنمير أرسل ولده للباشا، وولده اللي هو جدي عمر أبو جدنا خالد طوالي، وهذه المسألة استفزت الباشا جدا جدا وأرسل واحد من الأفندية وطلب المكنمير يجي يقابله شخصيا. إسماعيل باشا قام قال المكنمير لازم يجوا لحد عنده، ده بلسان كايو لازم يجي عنده، طبعا لازم يجي عنده دبي لأنه هو ملك وعارفه يعني شنو فيها زلة يعني كسر، وجمعه يمكن عمه يعني مساعد يحضره، ولكن في البداية هو رفض إنه يجي المكنمير يعني وحده كده يعني ما يجي معه زول لا يسمع الباشا، فدعا على لسان كايو، فأول ما وصل إنه ما عاروا أي انتباه المكنمير بنفسه إسماعيل الباشا، المكنمير واقف إسماعيل الباشا قاعد بعيله كده يعني ما ادوا اي انتباه ولا حتى فضلوا يعني بلغتنا السودانيين دي المفترض معروف لما نجي اقل حاجه بيقدم له القهوه الجبنه يعني بدوه الغليون له بيدخن يعني وكده، ومثلا الحياه دي ابدا ما عاروا اي انتباه لكانه ما الواقف قدامه ده المكنمير. فلما قابل المكنمير زي ما قالوا لنا انه هو دخل على المكنمير ودخل على الباشا، والباشا طلب منه مطالب من ضمنها انه داير جواري مثل بنت بنونه او مثل بنات السعداب،
والمكنمر تحسس سيفه وأخوه اللي كان واقف بجواره اللي هو المساعد هدأ من خوفه وقال له يا أخي هذه المسألة عواقبها سيئة. وهذا الكلام كله كلام منحول وكلام ما عنده أي معنى. الباشا لا يغوى ولا يقدر أن يطلب جواري من استبانات الجعلين، لا يغوى على لا يقدر على هذا الكلام وصف دار جعلي. نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني ما من الحكمة أنه نصدق أنه المكنمر دخل وهو متوشح سيفه على الباشا. هو ده الباشا، ده هو يمكن يعني رئيس أو ابن رئيس أقبل دولة في الشرق العربي كانت. فلا بد أن تكون الإجراءات الأمنية مشددة بحيث أنه ممكن يدخل له بسيف ولا بطبنجة ولا بسكين. فده ده 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 كلام أصله يعني لا ممكن الإنسان يصدقه. أي إنسان حيدخل للباشا حيجردوه تمام من سلاحه وحيخش على الباشا إنسان مجرد من السلاح. ثالثا الأشياء المحادثة فعلا كانت ساخنة ولكن انتهت بأن المكنمر أهدى للباشا فرسين من مسرجات حبشيات مطحمات، والباشا أهدى للمكنمر فرس وخيمة خضراء. والكلام ده نحن مش بنجيبه من بنات أفكارنا، الكلام ده أنا مثلا أخذته من أبوي أو من جدي، شاف أبوه والأصل جمع المكنمر من شند حضر حارق الباشا وجاء لحد ما وصل أرض الحبشة. بعض من التفاصيل الدقيقة برواياتها المختلفة لمقابلة إسماعيل باشا للمكنمر، نجد أن يوميات الرحالة كايو قد أورد فيها كثيرا من هذه التفاصيل. وهذا اللقاء حضروا واحد اسمه كابو فرنسي، عالم آثار فرنسي. هذا كابو كتب كتاب اسمه رحلة إلى مروي والنيل الأبيض من 4 مجلدات، ذكر فيه لقاءه للمكنمر. نمر اي كونسنتي اغيفون او كان تيرك لون فان دو، اللي هو نمر جا وصل المعسكر في اليوم يوم 22 سوبخين ستان دو سان اسبيس دو بلانكا بورتي باردو شامو. هو المكنمر جاء على بعير، يعني ممكن خليه يقول بعير ممكن هنا مسرج يعني بطريقة جميلة وكذا، بيصل في الحرس. قال الحرس كان يعني تكون من 50 رجلا، وهم يعني ممكن مدججين بالأسلحة، هي الأسلحة هي الحراب يعني، وبعدين وأيضا يحمل السيوف والحراب، وهذه بعض من هذه السيوف يمكن مفضضة يعني. وبعدين يمشوا أمام المكنمر يمكن رجلين ويحملوا الحراب وآخرين يعني رجلين آخرين هو من خلفه، أو يحملوا دو أطخي بغطاء دو لون كان أغوص دو بون درجة، عصا كبيرة جدا، وأيضا هي العصا منها مفضضة أو في رؤوسها في الفضة أو مفضضة. مرت مقابلة إسماعيل باشا بهدوء حذر، وبعده بدأت وميض النيران تلمع من تحت الرماد والذي اشتعل فيما بعد ليحرق إسماعيل باشا وجنوده. بعد كده يعني إسماعيل باشا المهم ذهب إلى سنار، والقصة معروفة أنه هو فتح سنار وما احتاج لجهد كبير، لأنه الدولة ذاتها كان محتاجة، دولة سنار كان محتاجة لمن يأخذ بيدها أو يأخذها، فجاء إسماعيل فأخذها. وكان على سنار باديه، السلطان باديه، فقتله الباشا وصلبه. زي ما قلت لك الود عقيد وملوك الشاقية أدخلوا في 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 نفس إسماعيل باشا شكوك حول المكنمر، فاستدعاه إلى سنار ليتأكد من صحة ولاه. ذهب المكنمر إلى سنار، ولما دخل سنار، والكلام ده أنا بقول لك هو الكلام اللي قالوا لي، يعني قالوا لي جدنا الأرباب عمارة خالد السبع من أبوه الحاضر هذه المسألة كلها، يعني حاضر الكلام ده كله كان حاضر فيه. قال المكنمر لما حضر سنار، لما هو ماشي لسنار كان بينه وبين السنارين عداوة قديمة، ولها قصة طويلة ما في داعي لذكرها، لكن ما كانت العلاقات مطبعة بين سنار وبين مملكة الجعلين. لكن لما دخل سنار
ولقى بعدين مصلوب المكنمر ترجل من فرسه ومشى سلم على بعده وقال له والله لو رجحت الى شندي سالما لانتقمن لك من هذا الحلب. اذا يا اخواننا يعني لا يمكن ان نتصور انه ما عندنا حاجه اسمها الفعل ورد الفعل. ممكن يكون المكنمر ده ضربه بكادوس رد الفعل يخرب شندي ويخرب ملكه ويخرب البلد كلها ويقتل الاف الناس في 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 فعل بسيط. اصلا لا يمكن يكون المكنمر حرق اسماعيل باشا لانه رماه بالكادوس، لانه ده فعل بسيط جدا جدا ورده لا يمكن يكون بالحجم الكبير الممكن المكنمر ينهي كل شيء عنده. فكان المكنمر حرق اسماعيل باشا انتقاما لبعدين. وهذه 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 قيم يجب ان تدرس ويجب ان تفهم ويجب ان تدرس للنشء. ومن الحماقه ان 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 يحرق المكنمر شندي كلها وينهي ملكه كله بسبب جدعه بتاعت كادوس. فهؤلاء الذين يعني روجوا لهذا الكلام هم الذين يحاولوا ان يؤكدوا حماقه الجعرين، وهذا اصلا كلام غير صحيح بالمره. والشيء اللي بيحصل انه المكنمر حرق اسماعيل باشا انتقاما لبادئ، وهذه معلومه يجب الجيل ان يفهمها تماما، لانه نحن استغيناها من ناس كانوا حاضرين او على الاقل من ناس حضروا الناس الحاضرين هذه المعركه. كيف حرق إسماعيل باشا؟ سؤال أجابت عنه كثير من الروايات بإجابات مختلفة، لكن تبقى رواية الزاكي عمارة أحد أحفاد الذين عاصروا هذا الحدث أكثر إثارة. المكنمر اجتمع بغيادته وغرروا قتل إسماعيل وبدأوا خيارات كثيرة جدا جدا، ومن الخيارات اللي اختاروها أنهم يقتحموا مقر إسماعيل ويقتلون بالسيوف، يعني زي ما بيقولوا حتى في لغه العصر، يعني شكلوا فرقه بتاعت كمندوز عليها انها تقتحم مقر اسماعيل وتقتل كل الموجودين في المنطقه دي. فدخلوهم في حوش كبير واستضافوهم، وكانت السكران سكران وصاحي صاحي، يعني ممكن يكون جيش وامو كذا الف يكون كله سكران. ففعلا القوى المكلفه بالامر ده اقتحمت الحوش وبدأت في الناس قتل واختلط الحابل بالنابل. وفي اللحظة ذيك الناس اللي قاعدين برا يعني لما شافوا المسألة دي جرت شوية، أصلا يعني أي قرى حسي في السودان أو أي مناطق في السودان الناس بيجمعوا أعلاف لحيواناتهم. الأعلاف دي أصلا أوريدي كانت موجودة للحيوانات، ما جابوا لإسماعيل باشا، لكن الناس اللي برا بدوا يشيلوا في القصب ده يحرقوه ويدعوا جوا الحوش. وحتى في مقر اسماعيل باشا اللي هو كان ساكن في طابق ثاني كانوا بيدعوا له النار دي بالشبابيك، القصب ده بيدعوا له بالشبابيك. فاصبح الحريق جزء من سلاح المعركه وليس هو الشيء الاساسي في المعركه. الحريق كان جزء من الاسلحه تحت المعركه اللي استعملوها في حرق اسماعيل باشا. بعدين الساحه دي غيم فيها اكشاك وغيم فيها انديه وغيم فيها مسجد وفيها طرمبة بتاعت موية، طبعا دي كانت محلة فضائية. كل الناس القدامى الحضر ناس الفقير يوسف وأولاده وغيرهم من الناس اللي تعمروا في البلد وشاهدوا أو أبواتهم حضروا قالوا دي المحلة اتم فيها حريق إسماعيل باشا وجماعته. ماذا بعد حريق الباشا؟ بعد تم حرق اسماعيل الباشا واصبحت شندي على هذه المأساة الكبيرة، فقال بعض المؤرخين انه جثمان اسماعيل الباشا ادوه بعض الصبية وكانوا بيجروا في الشارع، وجو التجار كان بيكرموا اسماعيل الباشا، التجار كان بيتاجر بين مصر والسودان وكان بيكرموا اسماعيل الباشا وبيحترمهم، طلب من المكنمر انه يسلموا للجثمان وسلموا الجثمان ودفنوه. وبرضه انا افتكر ده كلام برضه منحول، لانه اول حاجه المكنمر رجل حافظ القران ورجل تقي ورجل بيعرف حرمه المؤمن حيا وميتا. كل الناس اللي ماتوا ما اندفنوا هنا ابدا، كانت جثث متناثره وقام بدفنها رجل اسمه علي والتنير. هذه المساحه من الارض التي نراها اصبحت في اليوم التالي لحريق الباشا ملأ بجثث جنوده
حتى تمت مواراتها الثرى على يد علي والتنير الذي استأذن المكنمر في القيام بدفنها. بعد هذه الحادثة ازداد القلق داخل حدود مملكة الجعليين، ومن بين خيارات عديدة تمت دراستها والاستشارة فيها اختار المكنمر الخروج. بعد حرق 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 اسماعيل باشا، المكنمر يعني هاجر استجابة لرغبة الجعليين. الجعليين هم كل القبائل الجعليه طلبوا من المكنمر انه يهاجر خوفا على حقن لدماء الجعليين ودماء القبيله، واصر على انه ما يمشي، ولكن في الاخر يعني رضخ لرغبه الجعليين وقام بكره مشى فيها لغايه بربر، استشار فيها كل رؤساء وملوك الجعليين في غايه بربر، واستشار فيها مجلس الشورى لقوه المجازيب، وكان معه عدد كبير جدا جدا من قبيله الجعليين من كل القبائل، راح منه نفر كبير جدا وعلى راسه المجازيب. تحرك المكنمر لما علم بالدفتردات جاي. الدفتردات طبعا كان ظهر بالمنطقة الغربية منطقة المتمع، والمكنمر بالمنطقة الشرقية في منطقة شندي. لما عرف الدفتردات جاي المكنمر يعني تحرك بكل قدراته معه وطلع من شندي. الدفتردات لما جاء شندي يعني بيقال هو ما كان داير يقتل الناس أو ما داير يعمل عمل العملة دي، لكن في واحد من الجعالين حاول يضربه بحربة يقتله، وبالتالي هو قام انتقم من كل الجعالين. هو ما انتقم من الجعالين، كل الناس الحسانية والكواهلة وكل الناس كانوا ساكنين في المنطقة يعني كانوا هم يعني ما نجوا من جبروت الدفتر در. وبعد كده لحق المكنمر إلى أن وصل لحقه في منطقة اسمها النصوب. النصوب مثلت مكان المواجهة الأولى مع قوات الدفتردار التي تلاحق المكنمر، والتي انتصر فيها المكنمر وفق رؤية كثير من الباحثين، والذين يرون في حديثهم دحضا لافتراءات عديدة أوردتها بعض كتب التاريخ وبعض المؤرخين. المعركتين المعركة الأولى حصلت في نفس في الثلث الأول من المعركة من المسافة ذاته. كتب نعم شغير المكة المنهزم، وكتب كثير جدا جدا المكة الخاسر المعركة خسر المعركة، وكلام كثير جدا جدا. لكن نحن أنا في تقديري وفي تقدير كل إنسان يفهم في هذه المسائل أن المكنمر ما كان مهزوم، والدفتر ما كان منتصر للأسباب الآتية. اولا الدفتردار ما قتل المكنمر وقطع راسه ورسله لقاهر عشان يجد حظوه عند اسماعيل باشا، لم يستطع ان يصل لهذه النقطه، ولم يمنعوا او لم يرجعوا من الجهه هم شليه. يعني انت اذا هزمتني انا ما ممكن انا اواصل مسيرتي. المكنمر واصل مسيرته للحبشه لانه هو مهزم، الهزم كان تشتت جيشه وما كان وصل المنطقه او المنطقه اللي هو قاصدها. الدفتردار يعني كلش ودي طبعا معلومه تاريخيه معروفه انه الدفتردار هو اللي انسحب من المعركه تحت النصوب، ما واصل مع المكنمر، ودائما الغول بتنسحب هي الغول المهزومه، فدي برضه حقه يعني الناس يقفوا عندها. بعد نجاه المكنمر من كمائن الدفتردار سار متجها نحو الحبشه، لكنه لم يكن يترك الارض خلفه من غير اثر خاص يحدثه فيها. كان عنده نبراس معين كان بيترك في كل حته من وقت يمشي له، بيترك عدد من افراد القبيله عشان ما يستور يعني يعيشوا في المنطقه وتولوا امرها. مشوا عن طريق التميت والنمر اللي هو تميت النبعام، وترك فيه تميت النبعام هناك، بعدين والزايد برضه كان فيها موقعه معينه، وبعدين في القضارف
الطوف البشير، الطوف الأزرق، ودي الحلاو ترك فيها أولاد عمار وأولاد عمار وأولاد خالد الرباب عمار وأولاد خالد ودي المكنبر في ودي الحلاو، أسرة كبيرة جدا جدا وملك المتعجعين في ودي الحلاو. المكنمر وفي طريقه نحو الحبشة لم تكن تبخل عليه بعض من القبائل التي مر بها من تقديم أشكال مختلفة من الدعم، إلا أن الدعم الأكبر كان قد وجده من الحمران. سار في طريق أبو طانة وهو يبدو أنه المكنمر خبير بالطرق كويس، لأنه شاف أكثر طريق يعني أكثر خط مستقيم من شندي إلى القضارف هو الخط بتاع البطانة. فإلى أن وصل القضارف، وبعد بعد ما وصل القضارف يعني اتجه إلى منطقة عصار، ودي فيها نظارة الضبانية. لما جاء في أعالي نهر عبر وسيتيت لقى قبيلة اسمها قبيلة الحمران. فالحمران قبيلة عربية مضرية جاءت عن طريق البحر الأحمر وسكنت في أعالي نهر عبر وسيتيت. فلما جاءت المكنمر جاء في المنطقة دي هي القبيلة الوحيدة اللي أجارت المكنمر، وقال له يا أخي نحن أصلاً كما متنا نحن أنت عاوز ما بدك. فالمكنمر أكبر فيهم يعني هذه الروح العالية، واتجه إلى منطقة القلابات. بعد مسيرة مجهدة وصل المكنمر إلى الحبشة، وذلك عبر مدينة القلابات، ليكتب بعدها فصلاً جديداً في تاريخ حياته. وهو مشهد وتعبان من رحلة طويلة، فبدأ عسكر أول منطقة بعد خور طوالي، منطقة ثمان المتمة. في أرض الحبشة وجد المكنمر ترحيبا كبيرا من ملكها الذي أحسن وفادته ومنحه الأرض والملك عليها، إلا أن ذلك لم يكن ليمر دون عقبات. المكنمر في حادثة دي انتقل من المتمة إلى غبتة، هي في العمق ومساحة أكبر وفيها وسائل حياة أفضل. فالمكنمر دخل في حروب مع القبائل الساكنة في المنطقة دي، فيها قبائل يعني فلاتة وبرقو، والقبائل جاية من غرب إفريقيا. وكان ناظرهم اسمه محمد سرنبوك. الناظر كان هو الغايد المسألة ضد المكنمر اسمه محمد سرنبوك. فالجعالين دي قدروا، أو المكنمر قدر أنه يهدم الناس دي الهزيمة ويخضعهم كلهم لملكه. حتى يعني شاعرهم بيقول نحن الجعل مانا العريف شكلاته، نحن العلي ظهور الصافنات أكلاته، طيعناها من دار برقو ليه فلاتة، نحن ندخل الألف من بقينا ثلاثة. ومحمد سرنبوك قتل في هذه المعارك. وأيضا قال شعر الجعالين في هذه المسألة، قال محمد سرنبوك ما من خاف من ذنبه، مسك لسانه حتى الحريم سمعه، مسك لسانه بأنه هو ما حيدي المكنمر هذه الأرض. محمد سرنبوك ما من خاف من ذنبه، مسك لسانه حتى الحريم سمعه. قلابات إمام قدبي وسريف وكلمبو، دي غرة حسن موجودة كلها، قلابات طبعا مشهور لهم. قلابات إمام وقدبي وسريف وكلمبو، يات من كان بيبكي ما يعزي جنبه، كل ذول مصيبته يخشم بيته براه. ده من شدة البطش اللي ما بيهم والمثل حصلت لهم. بعد أن استتب الأمر وطاب المقام للمكنمر في أرض الحبشة وتوثقت علاقته بها، بدأ في إعمارها أرضا وإنسانا. وعلاقته كانت بالحبشة بالناس هناك علاقة متينة جدا جدا، وعلاقة ذهنية أكثر منها علاقة يعني هاي مساجد. وحسن علاقاته بين الناس لأنه بنى مساجد، وأنا خلاوي وأقام خلاوي القرآن. وبعدين يعني كانت علاقته بهم علاقة وطيدة. الشيء الغريب جدا
نعم شقير قال في كتابه وكل الناس أنا قريت كل المؤرخين كتار بيصنعوا على 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 نعم شقير بأنه هو أدق المؤرخين. قال الناس اللي وصلوا مع المكنمير 121 نفر في الوقت اللي هو أنا يعني كلمني جدي قال أبوه قال لي ولما وصلنا غبتة يعني بنينا 9 مساجد و15 خلوة درس القرآن. معناته هذا خلق كثير. وبعد كذا ولما جعلين سمعوا أن المكنمير استقر كلهم يعني اتجهوا للحبشة ولجأوا للمكنمير ولجأوا له بعض الناس اللي لهم مشاكل شخصية مع الحكومة أو الهاربين من الضرائب أو غيره أو غيره. فأصبحت مملكة الجعلين في الحبشة مملكة يحسب لها 1000 حساب. ينظر كثيرون إلى أن تاريخ المكنمر وحادثة حرقه لإسماعيل باشا قد تأتي خصما على تاريخ السودان وتاريخ المكنمر والجعليين، إلا أن البروفيسور جعفر مرغني كان له رأي غير ذلك، حيث كتب سطورا جاء فيها إن تصوير واقعة مقتل إسماعيل على أنها حدث مفرد فيه قصر نظر شديد في المدونات الحديثة، فالأمر في حقيقته كان شرارة الأولى من ثورة خطط لها بعناية وشملت السودان جميعه، وظلت جذوتها متقدة حتى نجحت أخيرا بقيادة الإمام المهدي وحسن تدبيره في تحرير السودان. وبهذا الفهم يتضح أن المك كان رائدا من رواد الحركة الوطنية التي سعت إلى تحرير السودان خلال القرن 19 تماما كما سعت الحركة الوطنية الثانية لتحريره خلال القرن 20. كانت شخصيته عظيمة وشخصيته قوية ورأيه كان عالي وكان ضخم كان صدره عريض كان مش ما هو الفافانوس ما هو العريض البوز زي ما أقول الجماعة. المكنمر كما وصفه ناي فريدريك كايو أنه بيقول أنه له نظرة ثاقبة وهذا الرجل يعني تقي يعني. كانت هذه السطور من عبق التاريخ التليد الذي ولدت حروفه قوية لم يبعثرها الخوف ولم يضعفها الموت. توفى المكنمر ودي طبعا بتقول له بنونة القصيدة المشهورة البغنية الكابدي يعني ممكن مشهورة عندكم بيعرفوه كل الناس ما درى لك الميت من رماد الشح. ولكن الشيء الفصول المأور ما لم فيها الكابدي وما ذكروها بيقول له ما درى لك الميتة في بلد ردة. ردة ده اسم للحبش حبش بيقولوا ردة واحد يعني زي ما نحن نسمي خالتهم بيسموا ردة. فما درى لك الميتة في بلد الحبش ما درى لك الميتة في بلد ردة ودرى لك خيولا حفلة بالعدة صمد الخيل أخويا القلب دملجة. فهي ما كان داير أخوها يموت في أرض الحبشة حيث غريب الوجه واليد واللسان وكان داراه في شندي وداراه يموت وسط أهله وتلك مشيئة الله. قول من الشدر حاضن في روعه مقيل لني من البسن الصف محل ما يميل وكل ما أقول شكر كل ما أقول شكر بلقاه فيه قليل وكفه بيخجل